ولتسليط الضوء على الأزمة الاقتصادية والفساد الحكومي، معنا من عمان هاتفيا أكاديمي والخبير الاقتصادي دكتور خضير كاظم محمود. مرحبا بك أستاذ خضير. إذن أزمة اقتصادية خانقة في العراق بسبب انخفاض أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا، ولكن كيف تفسر استمرار الاقتصاد العراقي بالاعتماد على النفط مصدرا رئيسا للتمويل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاقتصاد العراقي أساسا في ظل هذه الحكومة منذ 2003 ولحد الآن يعتمد على النفط كمصدر أساسي لتمويل موازنة الدولة، بحيث أن 97% من الموازنة تعتمد على النفط، وقد عطلت كل المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية والخدمية بشكل كامل. لذلك بقاء العراق على هذا الوضع من شأنه أن يقوض معالم البناء التنموي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. لذلك أستطيع القول أن الموازنات العراقية منذ 2003 ولحد الآن نلاحظ أن الجانب التشغيلي بها يشكل أكثر من 75% من الموازنة، ولا يذهب إلى المجالات الاستثمارية إلا ما يشار إليه بحدود 25%، ولم يفعل مطلقا في كل السنوات المنصرمة. استهلاك إذن، ولكن أيضا أين كمية الأموال المهدرة والمختفية وهي كبيرة جدا؟ من يتحمل التبعات القانونية والمسؤولية عن ضياع هذه الأموال دكتور؟ حصل العراق خلال هذه السنوات نتيجة التضخم بأسعار النفط إلى أكثر من تريليون و200 مليار دولار خلال هذه الفترة، لكن لم تذهب هذه الأموال إلى خدمة الشعب العراقي، وإنما ذهبت إلى جيوب الكتل والأحزاب السياسية المتحكمة، وخصوصا الأحزاب الدينية كحزب الدعوة والتيار الحكيم وإلى آخره من هذه المسميات، وبعض المتطفلين على السنة والذين انضووا تحت لواء هذه الأحزاب الدينية. نجد أن هذه الأموال قد بددت في مآرب شخصية، فتجد في كل دول العالم أن هناك استثمارات خاصة بهؤلاء الساسة، وتلك الاستثمارات امتدت إلى الفلل وإلى الطائرات وإلى السيارات وإلى الدخول في ميدان إدارة الأعمال وإلى آخره من المتطلبات الاستثمارية. أيضا دكتور خضير، يعني من أشكال الفساد في العراق وتبديد الأموال رواتب رفحة، وأيضا المسؤولين كما ذكرت و حماياتهم، كيف أسهم كل ذلك بإرهاق الموازنات المتتابعة للعراق؟ الحقيقة أخي العزيز، العراق بلد غني يمتلك من الثروات المادية والمالية والبشرية ما يمكنه من أن يحقق نمواً وازدهاراً لكل أبناء الشعب العراقي، لكن ما أثقل بهذه الفترة خصوصا الأموال المخصصة إلى رفحة، الأموال المخصصة إلى الرئاسات الثلاث، المخصصة إلى السجناء السياسيين، المخصصة إلى الدرجات العليا، هذه أثقلت بشكل كبير كاهل القدرة الاقتصادية بالعراق من أن ينهض ويحقق أهدافه. وكل هذه يعني بعض الأمثلة ما يشار إليه بشكل واضح المعالم،
وهو أن هناك العديد أو ما يقال بأن أكثر من 100 فرد من هؤلاء الأفراد العاملين في حقول السياسة يمتلكون رواتب أكثر من راتبين وثلاثة، ووصلت لبعضهم إلى 58 راتب. نعم، فضلا عن الفضائيين. يعني شكرا جزيلا لك إذن من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي دكتور خضير كاظم محمود.